أيضا داخل المحلات كانت هناك فضاءات وتسمى فضوة في بغداد، كانت هناك مثلا مما تبقى من تلك الفضوات فضوة عرب، فضوة الصدرية حيث تقوم الآن مبنى أمانة بغداد والمباني الملحقة بها في فضوة الصدرية. أيضا في الموصل كان هناك فضوة الجوبة أو الجوبة اللي هي، وفي بغداد أيضا كانت هناك جوبة، والجوبة هو لفظ عربي فصيح يعني الأرض الفضاء، بمعنى يعني قريب من هذا هو الأرض الفضاء، كانت هناك أراضي فضاء يعني أيضا تؤدي نفس وظيفة الميدان تقريبا، يخرج الناس إليها يتنزهون ويتمشون يعني خروجا من تلك من ذلك السكن في الأماكن الضيقة التي تتمثل بالأزقة والمحلات المقفلة. إذن كانت هذه، وفي هذه الفضوات وهذه الجوبات وهذه الميادين كانت تظهر وتتجلى الحياة، مظاهر الحياة الاجتماعية في المدينة العراقية.